آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء. افتتح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية منوتشهر متكئ الملتقى الدولي تحت عنوان المحرقة رؤية عالمية في طهران، حيث أعلن في كلمة الافتتاح أن إيران ليست بصدد نفي أو إثبات المحرقة، إلا أنه قال إذا ما خرج الملتقى بقراءة رسمية تشكك بالمحرقة فإن هذا التشكيك سيلقي بظلاله على الكيان الصهيوني كوجود. أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية منوتشهر متكي أن هدف إيران من إقامة الملتقى الدولي الخاص بالمحرقة هو إيجاد فضاءات لطرح وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع التاريخي، وأنها لا تسعى إلى إثبات أو نفي موضوع المحرقة. وأضاف متكي لدى افتتاح الملتقى الذي أقيم في مركز الدراسات السياسية والدولية التابعة لوزارة الخارجية أننا لا نسعى إلى إثبات أو نفي المحرقة، إلا أنه لو تم التشكيك بالمحرقة في قراءة رسمية فإن هذا التشكيك سيتمدد على طول هوية الكيان الصهيوني بحد ذاته. وأشار متكي إلى التاريخ العريق لإيران قبل وبعد الإسلام، وقال إنه لا توجد أي وثيقة أو دليل يظهر أنه كان هناك في الأراضي الإيرانية المترامية الأطراف حالة واحدة من التمييز العنصري بشكل عام أو معاداة اليهود بشكل خاص، وذلك لأن إيران كانت وما زالت وطن الأديان الإلهية. وأوضح أن الأراضي الإسلامية لم تشهد على مدى تاريخها حالات لمعاداة اليهود، وأن العديد من أبناء هذه الديانة تبوأوا مناصب رفيعة في الحكومات الإسلامية المختلفة. وأضاف متكي أن الطريقة النقدية هو التوجه الجديد في دراسة التاريخ المعاصر للعالم الذي يتطلب تحليل جذور الحوادث التاريخية التي تواجهنا اليوم، وأن ما كان يقبل من الروايات في السابق على أنها حقائق ثابتة لم تعد كذلك، فأصبح الشك هو القاعدة في التعامل مع هذه الروايات التي لا يعترف بها حتى تثبت حقيقتها. وأوضح متكيان الجدل الذي أثير بشأن التساؤل المنطقي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقفز على الجواب سببه أنهم يعرفون جيدا أنه إذا ما ألقت الدراسات الرسمية بشكوكها على الهولوكوست فإن هذا الشك سيلقي بظلاله على وجود وهوية الكيان الصهيوني نفسه. وأضاف وزير الخارجية الإيرانية أنه إذا ما ثبتت تاريخية هذه الحادثة فإن التساؤل التالي يبقى قائما، وهو لماذا يجب أن يدفع أبناء فلسطين الأصليين ثمن جرائم النازية. ووصف متكي مقولة أرض بدون شعب لشعب بدون أرض بأنها مقولة باطلة، وقال إن هذه المقولة قد تم الترويج لها منذ عهد جون كينيدي، فليست هناك أرض بلا شعب، كما أن الذين قيل عنهم أنهم من بقايا الجرائم النازية لم يكونوا دون أرض. وفي الختام انتقد متكي تجاهل القوى الكبرى لجذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط ومعالجتها، وقال إن شعوب المنطقة كثيرا ما تتساءل عن سبب كل هذا الدعم الأمريكي الشامل وغير المحدود للكيان الصهيوني، وإن أكثر من 60 فيتو أمريكي في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون إدانة الكيان الصهيوني خير دليل على هذا الدعم. أكد ديفيد ويس عضو مناهضة الصهيونية والمشارك في مؤتمر المحرقة رؤية دولية أن سيناريو المحرقة هو ذريعة الصهاينة لإحراق العالم وتحميله مسؤولية تلك الأحداث المصطنعة والمزيفة والملفقة، ودعا العالم إلى معرفة الحقيقة قبل فوات الأوان. تحدث عدد من المشاركين في ملتقى المحرقة رؤية عالمية عن رؤيتهم بحقيقة وأبعاد هذه المحرقة المزعومة، ومن بين المتحدثين الأكاديمي الأمريكي ديفيد ديوك، وهو نائب جمهوري سابق في مجلس النواب والذي امتدح إيران لاستضافتها المؤتمر. وقال ديوك يجب أن تكون هناك حرية للتعبير، إنها فضيحة أن لا يمكن مناقشة المحارق بحرية، هذا يجعل الناس تغض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وقال الكاتب الفرنسي جورج تيل الذي أدين في فرنسا لنشره نظريات تدعو إلى إعادة النظر في موضوع الإبادة الجماعية لليهود وتؤكد أن المحارق أكذوبة كبيرة، قال لم تكن هناك آلية للقتل في أي معسكر ولا غرف للغاز.
وكان من بين المشاركين في المؤتمر 6 يهود من أوروبا والولايات المتحدة، ارتدوا معاطف سوداء وقلنسوات سوداء، وارتدى البعض شارة عليها علم الكيان الصهيوني وقد شطب بخطين متقاطعين أو كتب عليها اليهودي ليس صهيونيا. أما الحاخام إسرائيل ديفيد ويس الناطق باسم التجمع اليهودي ضد الصهيونية فقد قال: جئنا هنا لنعرض وجهة نظر اليهود الذين هم ضحايا السياسات الصهيونية، وأكد أن الصهاينة يستغلون بعض القضايا ويكرسونها لمصالحهم ولا يهمهم من يكون، لأن المهم لديهم هو خدمة مصالحهم فقط. من هذه القضايا مزاعمهم بشأن المحرقة التي استغلوها أبشع استغلال واستفادوا منها لدرجة أن الألمان ما زالوا يدفعون أموالا طائلة لقاء شراء رضاهم. وقال إسرائيل ديفيد ويس أن سيناريو المحرقة هو ذريعة الصهاينة لإحراق العالم وتحميله مسؤولية تلك الأحداث المصطنعة والمزيفة والملفقة، ودعا العالم إلى معرفة الحقيقة قبل فوات الأوان. وصف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية